السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم صحبة وأنا معهم. الحقيقة النهاردة يعني في البداية لابد أن احنا نتقدم بالشكر طبعا للأطباء، أطباء مصر، أطباء وجيش الأبيض المصري، اللي هم الحقيقة بيقدموا كل يوم تضحيات جديدة جدا، وبيقدموا شهامة، وبيقدموا حاجات كتيرة جدا. عشان كده احنا من هنا في قناة الصحة والجمال بنقول لهم شكرا، شكرا للأطباء، الممرضات، الطبيبات، الإسعاف، عمال النظافة في المجال الطبي، شكرا ليهم، شكرا 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 شكرا. وقال يعني كل الشكر يعني مش هيكفينا اللي احنا ايه نقوله. ايضا بنقدم الشكر لرجال الشرطة اللي هم بذلين كل جهودهم، بذلين كل جهودهم رجال الشرطة، على اساس ان احنا يعني كل شيء جميل جدا بيقدموه للبلد. ايضا لرجال الجيش احنا بنشكرهم ايضا ان هم ايضا بيوزعوا دلوقتي الكمامات وبيوزعوا لنا الحاجات كتيرة جدا عشان يحموا البلد. فاحنا بنقدم لهم كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة، رجال الجيش. ايضا بنقدم التحية والتقدير للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اللي هو بادل كل مجهود عشان يخلي البلد في امن وامان وتخلو من الوباء. ايضا بنقدم بالشكر للسيد رئيس الوزراء دكتور المهندس مصطفى مدبولي، وايضا السيدة وزيرة الصحة، وكل خلية العملية اللي هم عاملين القايمين بكل شيء من اجل الحفاظ على الشعب المصري. من هنا برضو لازم أقدم تحية أيضا لزميلي وصديقي رئيس مجلس إدارة شركة جو ميديا الأستاذ محمد رمضان، اللي هو باذل جهد كبير جدا ودايما يحسنا على اللي احنا لازم نقدم المعلومة الصح ونقدم كل ما هو جديد للمشاهد، وازاي اللي احنا نخلي يعني كل اجتماع معاه يحس ان احنا لازم نقدم للمواطن والناس ايه الجديد وايه النصائح الطبية، ونستضيف كل الدكاترة علشان يدوا النصائح نصائح للسادة المشاهدين. ايضا ما نساش محمد الملكي، ما نساش محمد فؤاد دينامو، يعني محمد الملكي ومحمد فؤاد الحقيقة عاملين بجهد كبير، والمخرج محمد عزت وعلي حسين ومحمد عبد السلام وابراهيم ومصطفى والحسيني، كل دول يعني الحقيقة معانا وبذلين جهد كبير جدا عشان يقدموا لكم السهرة وكل اللي الجديد اللي بتقدمه قناة الصحة والجمال. لكن خليني اقول ان قبل ما ارحب بضيفي ودكتور سعيد، لكن خليني عاوز اقول ان الحجر الصحي ما هوش وحش. يعني لما بنقول لك اقعد في البيت، اقعد في البيت، بس لما انت قعدت في البيت ده لمصلحتك انت والمصلحة الوطن والمصلحة الجميع. عشان كده احنا بنرجوكم اللي انت تقعدوا في البيت. قعدات البيت دي خلت لنا حاجة جميلة جدا، من ضمن الحاجات الجميله جدا في لما قعدوا في البيت المواهب ظهرت. يعني انت لما قعدت في البيت ظهرت لنا مواهب. عشان كده يعني قبل ما استضيف الدكتور سعيد، يعني عاوز ان انا اوريكم فيديوهين. الفيديوهين دول من مواهب كانوا حقيقي، يعني عملوا فيديوهين بيتكلموا عن ان لا الحجر الصحي خليك في البيت ومش وحش، وايضا عمليه ان انت لازم تعمل ايه، عمليه الطهاره، او بمعنى اصح ان انت تطهر وتعقم ايه بيتك. خلينا نشوف الفيديوهين دول وبعدين كده ايه نرجع لكم باتصال ايه هاتفي قبل ما ارحب بضيفي الدكتور على الهواء. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا ام المطهر. خليك في بيتك ويا ريت اسمع كلامي المره دي، احنا في ازمه وملاش لازمه علشان ولادك وولادي. طبعا رجعنا لكم. شفتوا يعني الفيديوهين دول حقيقه اتعملوا وهم الناس وهم قاعدين في البيت، يعني هم قاعدين في البيت صافيه. انا معايا اتصال تليفوني متهيالي، يعني زميل الاستاذ محمد عايز متهيالي مجهز الاتصال جاهز. طب خلينا نشوف يعني خلينا نشوف الاتصال التليفوني. معايا وائل عبد الباري. وائل مساء الخير. مساء النور يا استاذ طارق، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام. انا بس عايز اعرف يعني انتوا في يعني وانتوا قاعدين في البيت يعني عملتوا السكتشات دي ازاي والجميله دي جدا؟ هل كنتوا زهقانين وقلنا الحظر يخلينا نعمل ده، ولا انتوا قلتوا تشاركوا المجتمع بحاجات توعيه؟
والله يا استاذ طارق، احنا لما قعدنا في البيت فلقينا القعده هتطول، وفي نفس الوقت كل واحد قاعد مع والدته او زوجته، فالموضوع احنا اول مره نقعد العدد الساعات الكتيره دي في البيت. ففي نفس الوقت فكرنا ان احنا نعمل حاجه كوميديه، فلقينا نفسنا بنعمل الحاجات دي بطريقه عفوانيه مننا مش غصب عننا، فطلعت حلوه، فقلنا نصوروها ونحاولوا زي ما احنا فرحنا واتبسطنا ان احنا نبسط الناس زينا. فبصراحة عملنا الفيديوين دول وعملنا أكتر من فيديو يعني، فالناس اتبسطت جدا يعني، ودخلوا حتى شاركوا معانا على السوشيال ميديا وكانوا مبسوطين جدا جدا، ولقينا ناس ما شاء الله دخلت وعملت زينا. فحبينا إن احنا نعدي الوقت بطريقة لطيفة وجميلة ولذيذة، عشان خاطر احنا كنا طول اليوم مشغولين، أول مرة نقعدوا في البيت الوقت ده كله، فحبينا نعمل حاجة جميلة، والحمد لله رب العالمين نجحت والناس كلها اتبسطت، والحمد لله ربنا يقدرنا بس ونعمل أكتر من كده إن شاء الله. وائل، أنا عارف إن أنت لاعب كمال أجسام، يعني هل ده أنت كلاعب كمال أجسام ده ما يعني هو كمحترف ولا هاو، والشغل اللي أنت عملته ده هاو ولا محترف؟ لا، هو لعب كمال اجسام انا لسه ما احترفتش يعني، هي كهوايه، والحمد لله الكابتن بتاعي اسمه كابتن هيثم علوه يعني، دوت هو اللي شجعني في اللعبه ديت وفي نفس الوقت حببني فيها. فدلوقتي ما فيش خلاص، الجيمات كلها اتقفلت بسبب الحظر، فدخلنا في حته الكوميديا بقى، في حته الكوميديا دي هوايه بقى عندنا من صغرنا يعني، انا والعيله عندنا ما شاء الله من صغرنا واحنا كده يعني، بس فالحمد لله الحظر طلع المواهب دي الحمد خلانا لله. نطلع اللي جوانا يعني. على كل، وائل عبد الباري لاعب كمال اجسام وممثل هاو، نتمنى ان احنا ان شاء الله ان احنا نشوفك في حاجات كده كويسه، وربنا يوفقك ان شاء الله وانت وزملائك فيها. شكرا 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 استاذ. زي ما قلت لكم بالظبط ان الحجر الصحي ما هوش وحش، لا، الحجر الصحي بيطلع لنا كمان مواهب يعني، وانت قاعد في بيتك وبنقول لك اقعد في بيتك، وده شعار حلقتنا النهارده، وبيطلع لنا ايه مواهب، ومواهب سواء في الغناء، سواء في قراءه القران، سواء في الاشعار، سواء في التمثيل والحاجات دي كده. احنا هنا في قناه الصحه والجمال بنشجع ان انت تقعد في بيتك عشان نحمي مصر ونحمي نفسك ونحمي البلد كلها، وان شاء الله مصر هتكون خالية بإذن الله من أي وباء. سعدني أن يكون معايا النهاردة دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطنة والقلب وعضو الجمعية العربية لمرض السكر. أهلا بحضرتك يا دكتور، وأنا برحب بيك. إشعار حلقتنا يعني المخرج محمد عزت هيحطها لنا دلوقتي مع أرقام تليفوناتنا، هي خليك في البيت. أنت يعني تقول لمريض السكر خليك في البيت؟ طبعا في الفترة دي بالذات، لأن مريض السكر طبعا معروف إن من ضمن المرضى المستهدفين لدى هذا الفيروس، لأن هذا الفيروس انتهازي جدا وجبان جدا يعني، بيطول الناس أو بيسيب الناس اللي هم مناعتهم قليلة، كبار السن، وجدت إن إحصائية عالية جدا من الناس اللي هم بتاع مرضى السكر قلبهم ومرضى القلب، وهم اللي فعلا الفيروس بيتمكن منهم وبيسبب لهم وفاة. فطبعا نصيحتي لمريض السكر ده بالذات إن هو ياخد راحة تامة في البيت، ويلزم بيته في الفترة دي بالذات عشان المناعة بتاعته اوريدي بتبقى ضعيفة جدا. طب ليه دكتور سعيد يعني ليه مرض بقى او وباء الفيروس الكورونا ليه جاي لمريض السكر يعني، هو قابل القلب وكده وبتاع والحاجات دي، بس مريض السكر يعني كل الاطباء في العالم بيقولوا مريض السكر يخلي باله بالظبط، لان ده وفي وانت عارف حضرتك يعني احنا نسبه كبيره من الشعب المصري عندهم امراض السكر، الضغط، القلب، الحاجات دي كلها يعني امراض مزمنه في فهنا يعني الخطوره في ذلك يعني. طب ليه ازاي بالظبط؟ اولا مريض السكر طبعا مناعته بتبقى ضعيفه جدا، ارتفاع سكر الدم تمام ده بيخلي الوسط بتاع الانسان من المريض السكر بالذات وجميع اعضاء كلها ضعيفه جدا، وبتقلل مناعته، فبيدي فرصه لجميع الفيروسات والبكتيريا. عندنا مريض السكر دايما بيصاب مثلا بالتهابات الشعب الهوائيه، اللي هو الفيروس اول بيستهدف اول حاجه فيها بيستهدف الجهاز التنفسي. عندنا كمان لو بيستهدف طبعا المسالك البوليه، لان حتى مريض حتى اللي هو اللي بيموت بكورونا عاده بيبقى لا اما فشل في التنفس، وفي ناس كمان بتقول بيموت بفشل في الكلى. فمناعه ومريض السكر بالذات في النوع الاول منه مناعي، بيبقى فيه خلل في المناعه، حاجه اسمها هيمون ليكوسيتيك انتيجين. النوع الثاني برضو اسلوب حياه وستايل معين برضو بيبقى الانسولين عنده بس مش قادر يستفيد منه، فاصبح الـ 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 الوسط مناسب جدا لما يكون السكر عالي لهذا الفيروس انه يغزو الجسم.
عاده الامراض البكتيريه بتنشط والفيروسيه معاها. وبالاضافه لكبار السن مريض السكر عاده المرض ده مرض يعني بيأثر على كل الاجهزه، خوفه من مضاعفاته، بيخش على الرئه بيعمل لها التهابات متكرره، بالتالي الفيروس بمجرد ما بيخش يلاقي الرئه اساسا ملتهبه، ده ما كانش هو بيعملها كمان بعد كده، سهل جدا ان مش هنقول يقضي على هذا البني ادم، لان ان شاء الله طالما نظم سكره كويس وبدا يبقى سكره في المعدلات الطبيعيه هو اساسا يعني مكمن الخطوره لما يكون الهيموجلوبين السكري او التراكمي من 9 ل 10. يعني حتى مريض السكر لو قاعد في البيت وفرصه انه يظبط سكره يبقى عنده جهاز الوان تاتش يروح للطبيب في المواعيد المحدده من وقت للتاني، لو شك بالتليفون يقدر يتعالج بالزياره للطبيب اللي هو في وقت اللي هو ما فيش فيه حظر. طبعا مريض السكر لازم يتجنب الازدحام تماما، لازم يتجنب طبعا الخروج او المواصلات العامه، ده حتى لو هو سليم تماما دايما بنخاف من يجيله غيبوبات. طيب. سواء ارتفاع او انخفاض. دكتور يعني في شعار كده بيتقال على مريض السكر يعني او على السكر، السكر ده ضيف تقيل ورزل. لو استقبلته استقبال كويس هيمشي ايه معاك تمام، مظبوط. لو انت استقبلته استقبال وحش هيبهدلك. هيبهدلك بكل في حبل السكر. طيب. هنا بقى ازاي يعني يقي، انت حضرتك قلت لما سالتك قلت لك طب ليه الفيروس كورونا بيحب يعني بيخش من ضمن الامراض؟ أيوة. السكر. طب كيف يقي يعني النهارده مريض السكر؟ احنا دايما بننصح يعني بنقول له في عشان مرض الكورونا كل مثلا الفواكه والخضروات، فواكه الخضروات، اللوز، الجوز، الحاجات دي، الحاجات اللي بتقوي المناعه، فيتامينات ايه سي والكلام ده. طب مريض السكر بقى هل ينطبق عليه هذا الكلام ان هو برضه لازم ياكل الحاجات دي عشان يقاوم فيه، ولا لان ليه طبعاً اكل محدد طبعاً. مريض السكر، مريض السكر حضرتك في الوضع الطبيعي له اكل محدد جدا، لان هو النظام الغذائي مهم جدا لمريض السكر، زي الضغط، زي معظم الامراض المزمنه. فحتى لو سليم وما فيش جائحه الكورونا حصلت بنقوله دايما حرص في اكلك وشربك، السكريات ممنوع، الدهون ممنوع، الاكل الثقيل التيكاوي والديليفري والفاست فود الحاجات السريعه ديت ممنوعه جدا. لما جت بقى جائحه الكورونا، وده طبعا زي ما قلنا فيروس شرس جدا وسريع الانتشار، اصبحنا نقول له كمان لا قوي مناعتك بقى كمان بانك تاكل الحاجات اللي فيها فيتامين سي الطبيعيه زي مثلا البرتقال، الجوافه. احنا عندنا اربع انواع من الفاكهه محرمين على مريض السكر، اللي هم البلح والتين والمانجا والعنب، ويضاف ليهم الموز السكري اللي هو تقريبا موجود عندنا في مصر. في وضع بقى اللي احنا فيه حاليا في وجود الكورونا، لا بنقول له كمان عايزينك تكتر مناعتك او تقوي مناعتك باكلات تانية، ان احنا يكتر من الجوافه شويه، البرتقال، تمام، في بقى حاجات تانية اللي هي بتقوي المناعه زي حبه البركه، البصل، التوم، تمام، الزنجبيل، المشروبات الدافيه مهمه جدا، وبشرط تكون بدون سكر. مريض السكر يقول لي طب ربع معلقه نص معلقه، طب ليه؟ ليه؟ انت دلوقتي في وضع خطر جدا، وضع حرج جدا. هذا الفيروس ينال من الكبير والصغير، والصغير والكبير لا يترك اي شيء، كنا بنقول لا بيصيب الكبار بالعكس، اصبح يصيب دلوقتي سن الشباب، وفي شباب كتير ماتوا من ضمن شباب الاطباء وشباب الصف والعاملين بالحقل الطبي. فبالذات مريض السكر ده هو لازم بنقول له حرص في اكلك وشربك، اتبع التعليمات، المشروبات الدافيه، ممنوع التدخين، ممنوع انه يبذل مجهود جامد، حتى لو حب يتمشى يتمشى في البيت، ما يمنعش ابدا. ولو قعد برضه في البيت يحاول يبقى له ادواته وما يحاولش يبذل مجهود معين، حتى لو حصل له اي نزلات برد ولا اي حاجه لازم يحتكف، يحتكف في اوضته كمان، مش مثلا بقى يقعد مع الاسره كلها وعادي وبتاع، لا. ما هو المشكله عندنا هنا ان احنا بنقول يعني نلزم البيت تمام، بس للاسف في ناس بتطبقها بطريقه خطا، يتجمعوا قدام التلفزيون، يتجمعوا في حاجه، لا بالعكس، خاصه مرضى السكر ومرضى الضغط نحاول حتى في التعامل في البيت بقى في حرص في استعمال الادوات في كل حاجه، لان الفيروس بعض الاحيان ليس له اعراض، ده بتبدا بارتفاع في درجه الحراره، بعد يوم بثلاثه لما يخش على الزور الانسان بيعطس وبيكح، تمام، تبدا الاعراض تظهر من خمسه لسبع ايام لما يخش على الرئه، عشان كده فتره الحمل بتاعته بتمتد من يومين ل 14 يوم ما بيبقاش فيه اعراض خالص. فدايما انا كانسان مثلا بعاني من اي مرض مزمن لازم ابقى حريص على نفسي، وما احتكش يعني حاطط ليا ولا حواليا، ما احتكش بحد قصادي، ممكن يكون شاب كويس وصحته معقوله او واحد كبير وصحته معقوله ما عندوش حاجه ويحتك بيه كمريض سكر ينقل له الفيروس وما ياخدش باله. طيب معانا اول اتصال، معانا احمد السيد من الشرقيه، اتفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا دلوقتي عندي مشاكل في الجلد. عملت يعني رسم قلب وكشفت وعندي ضيق في الشريان التاجي. طيب تمام. طيب يعني هل عندك مشاكل في السكر؟
لا ما عنديش سكر، بس القلب مستهدف وبحس بحاجة الصدر جامد جدا. طيب اوكي شكرا. تمام. طيب طبعا حضرتك الفيروس ده بالذات رقم اتنين في استهداف الفيروس للمرضى من ضمن الامراض المزمنه لامراض القلب، قصور الشريان التاجي. يعني عندك نسبه الوفيات اعلى حاجه فعلا في مرضى القلب قبل السكر، السكر رقم اتنين كمان. يعني اكبر نسبه وفيات بتحصل في الامراض المزمنه هو بيطول حوالي 48-50% من الوفيات بتبقى امراض المزمنه، السكر، الضغط، السده الرئويه، الناس اللي هم بياخدوا حاجات للكورتيزون وعاملين ضرر اعضاء، الناس اللي هي عندها اورام. تمام. دول الفئه المستهدفه لدى الفيروس. رقم واحد في الامراض المزمنه القلب اللي هو بيتكلم عليه، هو فعلا هو واضح ان هو نبيه وفاهم ان قد ايه الفيروس ده خطر، بس هو ان شاء الله انا شايف ان هو راجل يعني محافظ وشايف انه تقريبا في منتصف العمر. تمام. كسور عضله القلب ده هو موجود عند ناس كتيره جدا، ولكن الفيروس بيستهدفه. الفيروس لما بيخش على الرئتين بيعمل فشل في التنفس، اصبح الاكسجين قليل، ما هو بيجي نهجان شديد وبيجي بذرقان. عشان كده بنقول حتى اللي بنحجزهم لازم يكون عليهم اعراض تنفسيه، مش كل واحد يعطس كل واحد يقول حراره بسيطه نقول نحجزه، لا بنقول له الزم البيت، لان ما لهوش علاج. العلاج اللي طلع كلها ترايلز محاولات، الهيدروكسيكلوروكوين والزيثروماكس او الزيثرومايسين، في الافيجان طلع، يعني حاجات كلها. فعشان كده بنقول له الزم البيت لو انت ظهرت عليك اعراض. طب لو انت عندك عندي مثلا مشكله في القلب يبقى برضو احرص على نفسي، اتنفس الهواء النقي، اخد علاجي بانتظام، لان الفيروس بيخش على الرقبه مفيش اكسجين واصل للقلب. القلب ما هو مشكله الفيروس ده ان بيخش على الاكسجين اللي في الجسم كله، بيوقع اي عضو، اي عضو بيتغذى بالدم، الدم ده محول بالاكسجين اللي هو هيمد الجسم كله بالمواد المغذيه والمواد المناعيه. فاذا مريض القلب هنا مستهدف، لان اصبح الدم اللي واصل له محمل بالاكسجين قليل. طب دكتور يعني اذا كان ده الفيروس بيعمل كده ايه في مع مريض السكر ومع مريض ايه القلب، طيب نعم. حضرتك لما جيت اتكلمت قلت ايه في انواع معينه من الاكلات اللي هو ايه ياكلها فيه، نعم. لكن انا عاوز اسال سؤال، الميه هنا ده هنا بقى هل قد ايه يشرب ايه ميه؟ تمام يعني حضرتك هو مصرح لنا 2 لتر في الميه، يعني نشبهها بالازازه مثلا. يعني هو حضرتك في نقطه دايما الفيروس بيموت في الوسط الحامضي. انا لما اشرب ميه بسرعه يعني من ضمن الوقايه بنقول شرب المياه بكثره. ليه؟ لان اي الفيروس المحطه بتاعته فين؟ في الانف والحلق. بمجرد ما شربت ميه نزلته في المعده، ما يقدرش يلتصق، لان هو الفيروس كائن غير حي، ده مجرد عامل زي الغبار كده. الواحد لما بيكح وبينتشر لمتر واتنين، بيقول لك ان الفيروس ده ممكن يقعد في الهواء 45 دقيقه. يعني مش واحد مثلا كح يقول ده كح بعيد عني، لا ده الرذاذ ده بيقول لك بيقعد في الهواء والفيروس لمده 45 دقيقه. فاذا الكميات اصبحت مهمه جدا. فالفيروس احنا كنا بنتكلم، معلش نتكلم على القلب. على القلب. طبعا اذا مريض القلب هنا مستهدف فعلا بالنسبه لهذا الفيروس، ودايما بنسبه الوفيات الاعلى كلها بتبقى في مريض القلب فعلا. لان القلب اصبح ما فيش اكسجين وصول له كويس، بيعمل زياده في سرعه ضربات القلب، بيعمل الذبذبات الاذينيه اللي هي تعمل جلطات في القلب وتعمل جلطات في المخ، بيقلل كميه تدفق الدم. عشان كده بعض الاحيان بيقول لك البيدريدن المرضى اللي هم دخلوا في فشل رئوي او تاثر بيديهم حاجات تسرع الدوره الدمويه بتاعتهم، تزود السيوله بتاع الدم. كل الدم ما جري في الاعضاء كل ما حمل معاه الاجسام المضاده والمناعيه اللي هي بتقاوم هذا الفيروس وتنتصر عليه باذن الله في المعركه دهيت. لان بيبقى في معركه هنا، ايهما اقوى، الدم فيه المواد المناعيه القويه اللي تنتصر على الفيروس، ولا واحد مدخن، واحد مهمل في السكر، اهمل في علاج القلب، اصبح دلوقتي قلبه بيضخ الدم بصعوبه، فشل في القلب. كل الناس دول ما حافظوش عليهم الفيروس بيتمكن منهم على طول. طيب ناخد اتصال ابراهيم من الزقازيق، اتفضل يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله عندي نفس المشكله للاخ لسه شايلها بالنسبه للقلب. في الشريان التاجي ده في كسور، فهل موقف الشريان التاجي ده يعني صعب ولا ايه يعني في العلاج؟ تمام. يعني الواحد يحافظ ازاي يا دكتور بعدين سياده؟ تمام. طيب ناخد كمان اتصال تاني على طول عشان برضو في عشان الدكتور يقدر يشرح. مدام امال من دمياط. ايوه اتفضلي يا مدام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا مدام. كل عام وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاك الدكتور. حضرتك انا عندي 55 سنه ومريض جهاز تنفسي، يعني عندي حساسيه
وباخد اللي هي البخاخه اقولها ولا مش لا مش مهم يا البخاخه مش كلها معروفه يعني معروف. ايوه اللي هي معروفه فيها كورتيزون حضرتك؟ مش عارفه اللي هي الموف اللي هي ب 120 لا 120. هو الدكتور بيسالك سؤال فيها كورتيزون؟ مش عارفه والله اكيد اعتقد يبقى فيها. ماشي اتفضل. فحضرتك اي حاجه بتجيلي بحس بخوف ورعب يعني لما اخذ لما بيجيلي شويه اسهال بتخض معدتي لما بتكون مقلوبه المره اللي فاتت بتخض ضربات قلبي سريعه وساعات ضغط بيوطى بس الحراره كويسه يعني مثلا 36.5 كده. ماشي يا فندم. طب حضرتك عايزه اسال سؤال ممكن؟ اتفضلي. بالنسبه للفيروس كورونا درجه الحراره تبدا من ايه؟ لا بصي بصي هو بس انا يعني بعد اذن الدكتور ما فيش بقى كلمه ان درجه الحراره قليله او درجه الحراره عاليه لا ده ملهاش علاقه بالموضوع يعني الفيروس ماشي اهو احنا شايفين الصومال فيها اثيوبيا فيها جيبوتي فيها ودرجه حرارتها اعلى من درجتنا يعني تمام. والسودان اتفضلي. لا ما اقصدش درجه حراره الجو بقول لحضرتك حراره الجسم. ده هو يقولها لك بقى الدكتور. أيوة. شكرا شكرا يا مدام امين اتفضلي. طبعا هي سالت عن الحراره اللي هو اخر حاجه ونبدا نتكلم على الحاجات اللي قبليها. الحراره فعلا في الفيروس دي من الاعراض الاولى وممكن تعدي على اي حد هي برضو واخده بالها من الموضوع قوي. الحراره في ناس في اراء كتيره كل يوم بتظهر بس بيقول لك الحراره الطبيعيه طبعا لحد 37.2 لو وصلنا ل 3.10 حراره عاليه ولكن الفيروس كورونا بيعليها شويه يعني الحراره بتبدا 37.8 فوق ال 38 دراسات تانيه بتقول الحراره. طب لو هو 38 يا دكتور ما مش طبيعي؟ لا مش طبيعي خالص. الحراره حضرتك الطبيعيه لحد 37.2. طب ممكن يكون 38 بس ما هو السخن. بالظبط عشان كده دايما انا حتى في عيادتي دايما بقيس الحراره والضغط للمرضى قبل ما يدخلوا لي اوضه الكشف دايما بنبه عليه وبتجي لي اخطاء كارثيه من عيادات كتير جدا بسبب عدم قياسهم الحراره. للاسف الحراره دي ناديت بها من زمان ممكن تفتكروا معايا تاريخي سواء في الصحه والجمال والقنوات الاخرى دايما اقول لهم العلامات الحيويه لحد النهارده ومن سنين بفضل الله لازم الحراره تتقاس لي وده كنت بشوفه بره وكنت بعمله بره عندنا التمريض بره حقيقي سواء في اوروبا او حتى في دول الخليج الفلبينيين والاخر والهنود وبرضه المصريين في عندنا تمريض حلو جدا تمام كانوا دايما يقصونا الحراره بره. لما جيت مصر الحاجات دي الحمد لله مطبقها كلها من زمان لان يعني الحمد لله اشتغلت لاكبر مستشفيات في مصر هنا وخدت التدريب كافي جدا بدات اعرف العلامات الحيويه هم الضغط والنبض والحراره. الحراره دي بتتقاس للعيان بره لان فعلا زي ما سيادتك قلت ممكن عيان جاله حرارته 40 وبيرتعش يقول يا دكتور ده مرتعش بردان حرارتي مش عاليه. بالعكس الرعشه ده هي دي الرايجو اللي بيجي بيها بتبقى حراره عاليه بتبقى 40 وفوق 39 كمان. فاذا الحراره فعلا في حاله ثانيه تقول يا دكتور ده انا كويس حرارتي مش عاليه مش حاسس بيها اقول له الترومتر الزئبقي اللي هو اقوى حاجه زي جهاز الضغط الزئبقي هو ده اللي يحدد الحراره لا انا ولا انت في جهاز هو اللي بيحدد الحراره تتقاس الاقيها بعض الاحيان 40 ومش واخد باله 39 مش واخد باله ولافف العيادات وكاشف انه محدش قاس له الحراره وعمالين يدوا له علاج وبطني وبكح وبتاع وفجاه ان الحراره بتاعته عاليه لو نزلنا الحراره بطريقه علميه صحيحه تلاقي المريض بدا يخف وبدا يستجيب. فطبعا دي بالنسبه لجزئيه الحراره، الحراره فعلا في 37.8 وفي 38 كمان تاكيد ده دليل على ان الانسان فعلا يجب ان يحتاط. احنا دلوقتي في وقت الانفلونزا الموسميه طبعا وحبوب اللقاح وتغيب بين الصيف والشتاء شيء طبيعي ان الناس فعلا تشتكي من وفعلا عشان كده الفيروس عامل رعب عندنا برضو في مصر لان اي انسان عنده الانفلونزا الموسميه او حرارته عليت بيخاف من هذا بيه. بالعكس دي حاجه كويسه ان الانسان ياخد باله ويحتاط وجات لي حراره اعتبر نفسي برضو ان انا في وضع خطر واحافظ على نفسي واحاول احتمي واحط كمامات وزي ما قلنا الحجر الصحي على السليم وغير السليم لكله. هو الحجر الصحي مش عيب مش عيب خالص بالمره بالعكس ده بيكشف لي يعني ده تشيك يعني بنسميه ممكن نسميه تشيك اب. حضرتك في الدول الثانيه من سفريات بره زي اوروبا بيبقى عندهم الخميس والجمعه اجازه تشوف الخميس والجمعه ما تلاقيش حد في الشارع عاده الا بقى اذا كان عادات مطربه صحيح بيروح يقول الحاجات الثانيه والنايت كلاب والكلام ده بس بالعكس يعني في ايام الاجازه ديت فرصه ان الانسان بيقعد في بيته بياكل اكل صح تمام بيعيش عيشه صح بيبدا يرتب اوراقه من تاني في هوايات بتظهر بيبدا حتى الطلبه يذاكروا
خلاص بقى مش لازم يروحوا النادي كل شويه ويمارسوا الرياضه ولا يخرجوا ولا بتاع، يعني هو بالعكس الحجر الصحي ممتاز جدا. وبعدين ده مش حجر كلي يعني، ده الناس برضو لحد الساعه فيه بلاد عاملاها التلاته لحد النهارده، ولكن اذا حصل ان النسبه بقت تعلى لا مفيش مانع ابدا ان اقعد في بيتي والتزم البيت. طيب. مش خطر ابدا او مش غلط يعني. طيب انا بس كنت عايز اسال سؤال يا دكتور، كنت النهارده بالصدفه البحته وانا بتفرج على التلفزيون لقيت ان بيحذروا من الموبايل، بيقولوا ايه بقى؟ ان انت بتتكلم في الموبايل الفيروسات اللي بتطلع منك دي بتتكلم ممكن تعمل في الموبايل، فبيقول لك لازم تمسح الموبايل لايه فيه ولازم يخش في التعقيم ايضا يعني. ده حقيقي. فيه. هل طيب النهارده هل النهارده مريض السكر بقى، وانا عاوز اتكلم عن مريض السكر النهارده، مريض السكر النهارده يعني لاي حاجه ممكن ايه اللي ممكن ياثر على السكر بقى فيه ويخليه ان هو يلجأ بسرعه للدكتور سعيد؟ تمام حضرتك، بالنسبه لمريض السكر زي ما هي قالت المستمعة الكريمه، الحراره وعلت ممكن يعني في بعض الاحيان غيبوبه السكر ارتفاع السكر بيجي بحراره عاليه جدا، بيجي بالتهاب، ما هي دي من ضمن الحاجات اللي بتدخل الانسان في غيبوبه، الحراره بتاعته تعلى، ده خد دور انفلونزا ودخل في التهاب على الشعب الهوائيه او التهاب في البطن بدا يخش في غيبوبه السكر، فهنا لازم مريض السكر يحرص جدا من الحراره بتاعته، لازم يقيسها، بدا تظهر عليه اي صعوبه في التنفس، اي مثلا وجع في البطن، بدا يرجع، بدا يفهم الفيروس وجد ان هو فعلا بيسبب برضه اسهال وبعض التقلصات في البطن، فاصبح برضو الانسان اللي عنده السكر لازم يحرص من الحاجات دي، الحاجات دي بتعلي السكر عنده وتصل تدخله غيبوبه، يخش غيبوبه فقدان الوعي تام اللي هي غيبوبه ارتفاع سكر الدم. فاذا مريض السكر في الظروف اللي احنا فيها دي برضو يشكل خطوره كبيره جدا في الغيبوبات، وخاصه غيبوبه ارتفاع سكر الدم، ان هي الانفلونزا الموسميه، الكورونا اللي دخلت علينا كمان من سوء الحظ في هذا الموسم، فالحاجتين دول كلهم ممكن يخلي المريض يخش في غيبوبه وارتفاع سكر الدم. فلازم يتابع السكر بتاعه بجهاز، المفروض يبقى عنده جهاز، زي ما بقول مريض السكر وخاصه النوع الاول لازم عنده جهاز في البيت، لانه عرضه لارتفاع سكر وعرضه لانخفاضه. ومرضى الكبد نفس الكلام، الكبد هو اللي بيتحكم في السكر اسمه جلوكوستات، برضه مريض الكبد من ضمن الاعراض المزمنه المستهدفه لدى الفيروس برضه، تمام، فيروس كورونا، تمام، هو برضه بيقلل مناعه الجسم، فبالتالي مريض السكر ده بالذات لازم يكون عنده جهاز، لازم اكله يبقى بحساب جدا، بالاضافه للاكل اللي قلنا عليه من زمان لازم يحط، وده اضفنا له حاجات تقوي المناعه في الفتره اللي احنا العصيبه اللي احنا فيها دهيت، اللي احنا قلنا طبق السلطه، ممارسه الرياضه، يمنع التدخين. دايما التدخين سبحان الله يعني 90% من المدخنين يقول لك انا مش قادر امنع التدخين، مع ان هو عاده سيئه وليس ادكشن. كورونا بيموت في اللي بيدخن، يقول له اهلا اهلا بيك. الله ينور. هو الناس بقى في ناس تقول لك ايه، لا اصل الدخان يموتوا، الدخان ده بره، انما بيخش على الحلق، التدخين بتاعك ده بيخش في الرئتين بيقلل الاكسجين. اصبح الفيروس كمان بيسحب الاكسجين بتاع جسمك كله قضى عليه. هتتنفس اي تنفيس او هتاخد هواء اي حاجه هيضطر ان هو يكون ايه موجود بالظبط. بالظبط، هو التدخين ما بيأثر على الجهاز التنفسي. هو الفيروس ده بيستهدف مين؟ الناس اللي عندهم السده الرئويه. بالنسبه للمجتمع طبعا اللي قالت ان اللي عندها حساسيه على الصدر من ضمن الفئه المستهدفه لدى الفيروس السده الرئويه السي او بي دي، هي عندها مجرد حساسيه وبتاخد حاجات بخاخات، انصحها بس تحاول تقلل من الكورتيزون الفتره ده لان بيقلل المناعه شويه، وتحاول تقنن من الادويه، والتابع الطبيب اللي بيكتب لها روجيتا كويسه قوي، ونعيره حرارتها بسرعه تاخد حاجه اسمها الباراسيتامول، ده الوحيد اللي خفض الحراره الامن، لان في ناس بياخدوا كوتوفان اللي هو مش عايزين نذكر اسماء تجاريه اللي هو مجموعه الايبوبروفين والديكلوفينات، كل ده غلط، مفيش الا ماده واحده بس اللي هي الباراسيتامول، وطلعت منها دلوقتي في باراسيتامول انفيوجن ازاز كده بتعلق ممتازه جدا، ده خفض الحراره الامثل في الفتره اللي احنا فيها دي، سواء انفلونزا موسميه او الكورونا او الكوفيد 19. طب دكتور يعني بالنسبه للناس في الحمى، الحمى يعني بيقول لك ايه اذا جاله حمى يبقى اذا هو اعراض ايه الكورونا، طب ازاي يعني مثلا يعني جسم الانسان يعني انا مثلا واحد بعت لي بيقول لي هنا دلوقتي انا جسمي يعني حاسس بحرارتي عاليه، لا جسمي حرارتي عاليه بس ولا عندي انفلونزا ولا عندي ده ولا عندي ده ولا عندي ده ولا ده وكل تمام اتخضيت يعني. نعم الحمى حضرتك ده علم في مستشفيات دلوقتي بقت اسمه مستشفى الحميات، وعلى فكره هم الحميات اللي انكلودد متضمنين كخط اول ودكاتره الجهاز الصدر اللي هو الجهاز التنفسي، يبقى الصدر والحميات هم اول ناس المفروض بيكتشفوا التشخيص او اول ناس بيشخصوا مرضى الكورونا، تمام، بيخشوا معهم احنا البطن العامه عشان المستهدفين من مرضى السكر والضغط وامراض القلب، تمام. فاذا الحراره ديت بتعلى من حاجات كتير جدا، عندنا الحميات كتيره جدا من الحمى التيفوديه والملطيه المنتشره في مصر، والحمى الروماتيزميه اللي بتاثر على القلب
وفعلا انا في عيادتي بتجيل الموسم ده بالذات بتاع الحراره، تجيل ثلاث ارباع المرضى نص المرضى عندهم حراره عاليه. حمى تيفوديه، حمى ولطيه، التهاب في المسالك البوليه، تمام؟ ذره ملتهب عادي الاستاف. طب دكتور يعني معلش في لو واحد جاله جسمه سخن مثلا، تمام، مش راسه جسمه، هل يخش يقف في ميه دافيه ولا ايه بالظبط؟ اه يعني شوف حضرتك بشوف ناس دايما بيقولوا احنا ياخد دش ساقع، غلط الكلام ده كله، في كمادات حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. الماء مش ان انا اشطفك، لا، ده في مواضع معينه اللي فيها الدم بيجري بسرعه على القوره، على ممكن على الرقبه، تمام، اسفل البطن او اعلى الافخاد، دول المواضع معينه، وميه من الحنفيه عاديه، ما اجيبش تلج واحطه، ما تنزلش تحت دش ساقع. اسفل البطن هنا يعني مثلا؟ اسفل البطن وفي الافخاد في اعلى الافخاد. اعلى الافخاد وممكن على القوره مهمه جدا، وفي ناس بتقول كمان على جنوب الرقبه اللي هي في الاوعيه الدمويه والدم بيجري فيها بطريقه كويسه. طب فهي بيبقى كمادات مش اكتر. برضه ما زلنا بنقول ان تليفوناتنا موجوده، المخرج محمد عايز يحط لنا تليفوناتنا والتواصل عشان اي حد عاوز يتكلم مع الدكتور ويساله، خاصه ان ايه مرض السكر يعني ايه يعني ده يعني حاجه يكون سيئه اذا يعني تلاحم مع ايه كورونا بالضبط. طيب دكتور خليني اسال بالنسبه لمريض السكر وعلاقه السكر بالقلب. تمام جدا. هو طبعا السكر ده من ضمن الامراض اللي هي الامراض حاجه اسمها سيستميك ديزيز، بنخاف منه في المضاعفات بتاعته. بيعمل حاجه في القلب اسمها كارديوميوباثي، يعني بيخلي انقباض وانبساط القلب مش طبيعي، القلب بينقبض بسهوله وينبسط بصعوبه، فبالتالي بيعمل حاجه اسمها فشل في القلب، لان السكر بيأثر عليه على الشرايين بتاع الجسم، بيخلي مناعه الجسم قليله زي ما قلنا، بيعمل حاجه مع وجود طبعا تصلب فيها وتراكم الدهنيات، فاصبح الشرايين طالما متصلبه من ضمن الشرايين شرايين الكورونرز اللي هي كورونا زي الكورونا كده، الكورونا بيسموه كورونا ليه؟ لان زي التاج، برضو في عندنا شرايين اسمها الكورونرز ارترز اللي هي بتحيط القلب زي التاج. مريض السكر الشرايين عنده دي بيحصل لها تصلب وترسبات دهنيه ويفقد المرونه بتاعتها، انقباض المفصل الطبيعي، بيبدا يكون جلطات، بيبدا يبقى في كسور في الدوره الدمويه بتاع القلب اللي هو في الشريان التاجي، زي ما الاخ اللي متصل من شويه قال لك عندي كسور في القلب اللي هو كسور في الشريان التاجي اللي هو السكر بيأثر عليه، لان السكر ده قاتل متسلسل بيأثر على الشرايين والاوعيه اللي هم بيسيطروا على الجسم كله. اذا الشريان بتاع القلب اتأثر بسبب السكر العالي، اذا المريض اصبح عنده احتلال في القلب، يخش بقى فشل في القلب، جلطات. وجد ان مرضى جلطه القلب حوالي 3 4 اضعاف المرضى العاديين في اللي عندهم سكر. طيب خلينا ناخد اتصال. سعيد اتفضل يا سعيد. ايوه باشا اتفضل. والنبي انا ساعات انا قاعد لوحدي، اولا عندي 69 سنه وما عنديش ولا سكر ولا حاجه، بس ساعات بعطش يجي لي عطسه كده وانا في البيت. طب بس وانت بتعطس برضو يا سعيد يبقى ارجوك يعني يكون معاك منديل او فيه، واخد بالك؟ طيب معانا مؤمن من اسكندريه، اتفضل يا مؤمن. مؤمن السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عاوز اسال الدكتور سؤال بس. اتفضل. هو الدكتور عندي القولون على طول كفاح على طول، ما اقدرش اخد نفسي وبدوخ دايما. تمام. بالنسبة طبعا لموضوع القولون، طيب شكرا. بالنسبة لموضوع القولون ده موضوع كبير جدا ومهم جدا، هو بيربط بقى ايه يعني، هو انا عايز اربط فيروس كورونا بالحلقة او انا عايز اربط له فيروس كورونا بالشكوى بتاعته. فيروس كورونا بيعمل طبعا فعلا ضيق في التنفس، لان هو الفيروس بيحب الجهاز التنفسي بيخش عليه، بيقول لك بيحول الرئة لمية، في مواد اسمها السيتوكاينز بتطلع، دي مواد مناعية بتخسر الحرب بتتقتل، فاصبح الخلايا الميته كبيره جدا في الحواصلات الهوائيه اللي هي مصدر الاكسجين ومصدر تبادل الغازات، اصبح الاكسجين بيقل وثاني اكسيد الكربون بيزيد، فاصبح المريض بيخش في حاجه اسمها ساينوز وذرقان، وبيخش على اثار الرعايه المركزه بفشل في التنفس. بيبدا طبعا قصه بنهجين. فيروس كورونا وجدت الابحاث ان فعلا برضه بيعمل تقلبات في البطن زي اسهال زي مغص، تمام، ولكن الحاجات دي كلها مش عايزه هو يعني يربطها او فيروس، لان الاعراض بتاع فيروس كورونا بتبقى اعراض حاده جدا، يعني بيخش في دائره الوهم. بالظبط كده، يبقى كده مش عايزين يخش في دائره الوهم، لان اعراض فيروس كورونا بتبقى حاده جدا، في حراره، في سعال جاف، في كحه، في ضيق في التنفس شديد وذرقان، عشان حتى كده احنا بنقول يا جماعه من الناس اللي هنحجزهم في المستشفيات اللي هم بدات تظهر عليهم اعراض جهاز التنفسي اللي هي الذرقان شديد، حراره عاليه جدا، بدا الديتوريت الوعي بتاعه، بدا الوعي بتاعه مش مظبوط،
انما الاعراض بتاعته ديت ممكن عنده فعلا امراض في حاجه في القولون، قولون عصبي، التهابات في القولون من زمان. النهجان ده ان احنا دلوقتي في فصل طبعا بين الصيف والشتاء وحبوب القح، كل الناس دلوقتي بتكح، كل الناس دلوقتي معظمها بتعطس، بيحصلوا من نهجان. فالشاعر حتى قال لك يا نفس ما لك في اكتئاب كفريسه بين الذئاب. مش عايز الانسان يخش في موضوع الاكتئاب وموضوع الخوف، لان ده بيبقى فريسه بعد كده الامراض كلها. طيب بالنسبه بس المواطن اللي قال لك 69 سنه ده وبيعطس وكده وبتاع، لا عادي يا ده في نقطه اهم حاجه، طالما بيعطس يبقى حافظ على نفسه. اصبح دلوقتي ان هو مستهدف من الفيروس لو مش عنده. طبعا تشخيص الكوفيد 19 لحد النهارده في تشخيصات طلعت كتيره جدا، انا هقول له برضه بالنسبه للتشخيص عشان اشخصه فعلا لازم اعمل له بي سي ار، مسحه من الانف، ودي الحساسيه بتاعتها 62%، مسح من الظهر 36%، اللي هو بنشوف الار ان ايه اللي هو البي سي ار. في عيان تاني بقى بالنسبه للتشخيص ده مهم جدا، الاكس راي بنعملها، ولكن طبعا يمكن 40% من الرئه ما تتشافش. طب انا هسال سؤال يا دكتور، هل المعامل الخاصه بتعمل البي سي ار؟ للاسف يا دوبك يعني بدا ينزل في مصر، متوزع تقريبا في كل محافظه جهاز اتنين، انما لا يمكن طبعا المعامل الخاصه تقدر توفره حاليا. ما هي الفرق هنا بيننا وبين الدول الثانيه ايه؟ في طبعا يونايتد ستيتس وانجلترا والدول وفرنسا، ان هم عندهم هناك امكانيات عاليه في التحاليل. عشان كده بنقول للشعب بتاعنا المصري حذارنا في الفترة دي خالص، لأن احنا ما عندناش كمية تحليل كبيرة، ما عندناش الأجهزة اللي تحلل. أمريكا 20,000 لحد النهاردة أو يزادوا على 20,000 في اللحظة دي أكيد اتوفوا، وشوف الإصابات عندهم كام. ليه؟ لأن عندهم أجهزة كتير وبيحللوا. تحولت من الصين التي كانت هي للأسف هي كانت البورة، فأصبحت أمريكا هي البورة. دكتور بمناسبة بقى حضرتك قاعد تحذيراتك اللي أنت بتديها والشيء، أنا مبسوط جدا ومستمتع جدا. دلوقتي إحنا داخلين على شم النسيم. إحنا عاوزين نقول للناس اقعدوا بقى في البيت، يعني كله بقى في سيخ في البيت. في أكتر من الصلاة إن إحنا خلاص ما بنصليش في الجوامع. قعدنا في البيت. او الصلاه ده فرض ربنا، بني الاسلام على خمس. بالظبط. تمام. الصلاه ده اهم فرض في الاسلام. ده اوله. واوله. تمام. قعدنا في البيت، شم النسيم ايه بقى؟ لا غلط طبعا. شم النسيم ده ننسى الفتره دي بالذات، نعتبرها تغيير كده. كل مره بنقضي شم النسيم بره البيت، المره دي معلش نقضيه جوه البيت، يمكن يكون له برضه طعم تاني وطعم خاص. فطبعا ونقل الزيارات بقى كمان، يعني طبعًا مش لازم ان احنا نقول ايه طب ده لا احنا في البيت ونزور بعض في البيوت بقى، نزور بعض في البيوت. لا دي قضية. طب مريض السكر بقى في شم النسيم بقى ياكل ايه؟ بالنسبه لمريض السكر في شم النسيم زي ما قلنا برضو يبعد طبعا عن الحاجات اللي هم بياكلوها، الحوادق والفسيخ والرنجه والحاجات دي غلط. على كل الناس. مريض الضغط غلط عليه الاكل ده. مريض السكر، مريض الحساسيه بتاع الصدر والسي او بي دي والسده الرئويه، يعني اكلات شم النسيم والاكلات البيض. البيض ده نسبه الصفار فيه، الصفار ده الكوليسترول نسبته عاليه جدا. حتى انا بالنسبه لمريض الضغط والسكر اقول له تاكل بياض البيض فقط، الصفار غلط. اذا اكلات شم النسيم اللي طلع دي كلها خطوره جدا على كل مرضى الامراض المزمنه، وخاصه في الوقت الحالي اللي هو داخل علينا الكورونا فيروس ديزيز. طيب فيحتاطوا جدا من الاكلات البيض، البيض كوليسترول عالي جدا، الصفار بالذات. اذا الدكتور سعيد بيقول لكم اقعدوا في البيت، بلاش زيارات، بلاش احضان وابواس، بلاش اكل الحوادق والحاجات ده بيقولها مش من مريض السكر بس، لكل كل الناس. لان احنا عاوزين، يعني احنا بنتمنى ان بقى الايام اللي فيها الاجازات دي ان مصر تكون يعني نخرج نقعد في بيوتنا، ما نخرجش خالص، لان ده احنا شعارنا خليك في البيت. طيب مريض السكر يا دكتور، يعني هل دلوقتي النهارده انت حضرتك كنت بتحذر في بدايه الحلقه من السكر العالي والسكر الواطي، وقلت لازم يكون عنده ايه جهاز. طب ايه مشكله السكر الواطي يا دكتور؟ ايهما اخطر، العالي ولا الواطي؟ اخر مره حضرتك لقيت ناس بتتصل عليا في العياده. تمام يا دكتور، عايزين حضرتك بس في كشف منزلي. طبعا كان الحظر لسه ما بداش ومن بعيد، قالوا لي على الساعه 7 ما تيجي الكمائن بتوقفنا. قلت لهم لا، طالما ده حظر صحي تمام، فطالما انتوا عندكم مريض ومش قادر يروح المستشفى، المستشفى بعيده، خلاص مفيش مشكله. المهم فعلا الحمد لله، عشان دور الشرطه طبعا مهم جدا في الحقيقه. انا نزلت للناس برضه، ما رضيتش اتاخر عنهم. ست كانت وزنها تقيل جدا، عندها امراض مزمنه تقيله جدا تمام. فطبعا دكتور المعمل كلمني قال لي ده الحاله دي عملنا تحليل وكذا وكذا، غيبوبه كبديه. قلت له اصبر، احسن يكون غيبوبه سكر، لان مريض الكبد دايما سكره بيعلى وبينزل. المهم حقيقه انا عديت من كمان كلها طبعا، كلهم طبعا في البلد بتاعتي وعارفيني، عمرهم ما يشوفوا، كله عداني على طول
شالوا الحواجز بتاعتهم وعديت دخلت على الحاله. اول ما حللتها حللت لها السكر، السكر حضرتك بتاعها طلع 13. دي كانت ممكن تموت في 10 دقايق ربع ساعه، لما كرم ربنا والحمد لله انا استوعبت شكوى الناس تمام ونزلت لهم بسرعه وطلعت على الحاله. غيبوبه انخفاض السكر خطيره جدا. المريض ده لو فعلا احنا اتاخرنا عليه، بس بفضل الله طبعا عندنا الحمد لله الشرطه مستوعبه تماما الناحيه الصحيه دي الاولويات بتاع اي دوله تمام، وفي الفتره اللي احنا فيها دي بالذات رحنا اعطينا المريضه ده هي يا دوبك نص ازاز الجلوكوز 25%، حتى الجلوكوز ده ما كانش متوفر. فانا الحمد لله عمل احتياطات عندي، كانت عندي ازازه واحده اخيره طلعتها لهم على طول، خدت يا دوبك 200 سنتي فاقت وبقت زي الفل رجعت طبيعيه. اذا غيبوبه انخفاض السكر خطيره جدا. عشان كده بنقول يا جماعه يعني عايزين اي مريض سكر اي يشتكي باي عرض سواء جفاف قيء اسهال كحه اعراض الانفلونزا العاديه او الكورونا ما يهملش يستشير الطبيب بسرعه، والناس كلها هتساعده سواء الشرطه سواء الجيش الابيض اللي هو الاطباء مش هيتاخروا عنه ابدا. هنروح له في اي مكان جالنا المستشفى اهلا وسهلا مش قادر يجينا بنتنقل له بعربيه اسعاف ونشوفه وبنكشف عليه وكل الجهات المعنيه بتتعاون معانا. طيب في منظمه الصحه العالميه قالت ان كورونا ممكن يخش عن طريق العين وممكن عن طريق التنفس. بالنسبه مريض السكر ايضا ان العين برضه يعني ضعف النظر والكلام ده مريض السكر حضرتك من ضمن المضاعفات قلنا ده قاتل متسلسل بيأثر على سمنا من اول راسه لحد رجليه، بيأثر على المخ يعمل السكتات الدماغيه والجلطات وبيقلل طبعا بسبب قله الاكسجين وصل للمخ اللي هو الفيروس بيأثر عليه. شوف اقول لحضرتك مش هقول لك العين وبس، لا ده احنا نبدا من فوق. بيأثر على الدماغ وبيؤدي في الاخر الى سكتات دماغيه عن طريق ايه؟ عن طريق انه بيأثر على القلب ويقلل الاكسجين، والاكسجين ده اللي بيغذي الموجود في الدم وبيغذي جميع الاجهزه. بيخش على العين، السكر بيعمل ايه في العين؟ بيعمل الميه البيضاء مشهوره جدا، بيسبب العمى في بعض الاحيان، ما بيأثر على الشرايين بيعمل حاجه اسمها ريتونوباثي وبيعمل تجلطات في العين وبتوصل للعمى. فاذا مريض السكر مستهدف لدى الفيروس لان اصبحت العين فيها اعتلال جامد جدا والتهابات متكرره، اصبحت المناعه بتاع العين ضعيفه يخش من خلالها الفيروس. الانسان ماشي لما السطح معين او حد كح في وشه مثلا والرذاذ وصل له بدا يضعف في عينيه اتنقل له الفيروس، بدا الرذاذ يخش على على المناخير او الانف نفس الكلام بدا يخش الرذاذ على الذوق ثبت فيه. فاذا العين من ضمن الحاجات اللي هي مدخل لهذا الفيروس وبوابه لهذا الفيروس بيخش من خلالها. طيب في رساله جايه لي ليك لحضرتك بيقول لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا ريت الدكتور سعيد ياكد لنا ان عدوى الفيروس لا تصيب اي يعني الناس اللي هو عمليه الوفاه يعني لا ينتقل بالوفاه، بمعنى ان بيقول يا جماعه اللي حدث ما حدث في سمعنا اللي سمعنا ما حدث فيعني في فبيقول لي يا ريت ان هو الدكتور ياكد عشان ايه الناس عشان أول هم ما حدث هذا لا يمت الإسلام ولا العادات الشرقية ولا الغربية بصلة. ده إحنا حتى عندنا بيقول لك إكرام الميت دفنه، فلازم سواء مريض كورونا سواء مريض كذا لازم يدفن. تاني حاجة هؤلاء المرضى وهم طبعا عارفين أنه المشخص بيتغسل عادي وبطريقة معينة طبعا وبيتحط عليه كذا حاجة، يعني ما فيش مريض كورونا بيخرج من المستشفى كده، لا بالعكس بقى في احتياطات كاملة جدا واحتياطات ممتازة جدا وبيخش يدفن عادي زي أي حد. مش انا واقف جنب البتاع اتنقل، لا ده بالعكس بيبقى فيه كذا غلاف حواليه والناس اللي بيتعاملوا معاه بيبقى لابسين طبعا الفيس ماسك والجوانديات ولبس مغطي راسهم لحد رجليهم. فاذا الفيروس عاده ما بيتنقلش بالطريقه زي ما احنا متصورين او زي ما سمعت في بعض الـ 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 الاحداث اللي حصلت. طبعا ده عمل غير انساني بالمره، احنا اكرام الميت دفنه. وفي نفس الوقت ده لما بيخرج من المستشفى جميع الجهات المعنيه في وزاره الصحه عاملة بروتوكول جامد جدا في ازاي نكفن هذا المريض، وخاصة بقى لما يكون طبيبة وضحية ومن الجيش الابيض، يعني ده ليها تكريم، ده بالعكس المدينة اتسمت باسمها او في شارع اتسمى باسمها. فهذا طبعا لا يمت الاخلاق الديانات الثلاثة بصلة ولا حتى لأي شعب من الشعوب. فاللي حصل ده حاجة نادرة، ما نعرفش برضو ايه اللي حصل في العمق، لان انا حقيقي بصراحة انا بشك في الموضوع. ازاي يعني واحدة بنقعد ما بتحصلش؟ ما بتحصل عندنا وفيات كتيره، وممكن يكون المريض ده فعلا كوفيد. بالعكس ده الناس كلها بتبقى عايزه تخرج معاه، ولكن احنا بنمنع منع لان يكون ممكن واحد سليم ماشي جنب واحد حامل للفيروس مش مريض نقول له.
طيب دكتور، عشان احنا بنختم الحلقه، نصيحه اخيره بقى تقول للناس ايه؟ لان خاصه ان انت شايف ان احنا عاوزين نهديهم. نعم. ونقول لهم نفسه ونحذرهم. نعم طبعا، نتمنى من الله تعالى ان الفتره هذه تعدي ان شاء الله خير وسلامه. ان شاء الله نامل ان بعض التغيرات المناخيه، طبعا درجه الحراره مش هتموته بس بيقل شويه. فانصح كل الناس انهم يلتزموا بالقواعد الصحيه السليمه، البروتوكول الصحيح، البروتوكول السليم، سواء في قعده في البيت، سواء في نزوله تحت تعاملاته مع الناس في شغله. لازم لو عطس لازم يبقى معاه منديل، يبقى يحافظ على مسافه بينه وبين اي انسان متر ونص لحد مترين. تمام. يحاول يتبع العادات السليمه في اكله وشربه، ويقوي مناعته في الفتره دي بالذات. يكون حريص في ملبسه، في اكله، في شربه، في تلامسه للاسطح. تمام. وبالتالي يقي نفسه ويقي الناس اللي حواليه، وتعدي هذه الفتره ان شاء الله بسلام علينا وعلى العالم كله. شكرا دكتور، يعني حقيقه جدا دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطنه والقلب وعضو الجمعيه العربيه لمرض السكر. وطبعا انا بشكر حضرتك جدا، وحقيقه انا استفدت من علم حضرتك واستفدت من المعلومات اللي انت حضرتك القيمه. وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر باذن الله، اوسع واوسع ونتحدث فيه، ويكون بدري ان شاء الله، ويكون وقت البرنامج يسمح ان شاء الله. ان شاء الله عندنا كلام كتير عايزين نقوله في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله، واللي احنا نستضيف حضرتك ونتكلم فيه اكتر واكتر باذن الله. زي ما قال الدكتور سعيد، يعني مريض السكر يخلي باله، ومش بس مريض السكر، كل الأمراض المزمنة يخلي بالهم، لأن المرض ده أو الوباء ده ما هوش مش بيستثني يقول واحد عمره 75 سنة، لا ده بياخد كبير وصغير وكل ده. عشان كده أنا بقول لكم مشاهدين الأعزاء، يعني أن أنتوا خلي بالكم، وشم النسيم اقعدوا في بيتكم، ما تمشوش ولا تخرجوا، اقعدوا في البيت، لأن ده هو الأهم من كل ذلك. حتى ذلك الحين لكم مني أرق المنهى، هو طارق عبد الجابر يقول لكم في أمان الله، وبشكركم وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله. حتى ذلك الحين لكم مني أرق المنهى، هو طارق عبد الجابر يقول لكم إلى اللقاء.